المعاجيب بني تميم مطوعت كل عيلة الهجن عشق ماله وصفه مجال. انطلق مشاهدين الأعزاء الشوط الحادي عشر من أشواط هذا اليوم والانطلاقات تتوالى هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية، والشعارات أيضا تتنافس لانتزاع المراكز الأولى والاختطاف النواميس هنا في ميدان التحدي الذي يعرف ومشهور بقوته وإدارته ونديته ومنافساته القوية. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل أول المراكز في هذا الشوط صدمة وتعود ملكيتها لمبارك بن محمد بن صرير المري على المركز الأول وفي الصدارة، ولكني أرى التغيير من وسط الميدان من حاملة الرقم 15 هنا الذيبة لعبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، تليها على المركز الثاني بهجة لمحمد بن علي بن دري المنصوري. ننتقل لنتعرف على المركز الثالث ومن تحتل ثالث المراكز هنا، القدوم من عزامة لمحمد بن علي بن صرير المري أو هنا الشامسي، وقادم شعار بن دري المنصوري، وأيضا قادم شعار بوزايد واصل شعار محمد بوزايد بن خلفان المنصوري بسرعة فائقة أيضا على المركز الخامس، ولكن ما زالت صدمة حتى هذه اللحظات، والسلام مع أهل السيلية، مع أهل السيلية حتى هذه اللحظات، وصدمة ما زالت تواصل الإبداع، تواصل الإمتاع في هذا الشوط وفي هذا المهرجان الكبير. يا سلام يا سلام يا سلام، صدمة حتى هذه اللحظات ما عليها خوف يا بن صرير، حتى هذه اللحظات لا خوف عليها، ولكن وصلت الغربية ولا من هذا اللي واصل بشعار بوزايد غزلان 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 غزلون على المركز الثاني، والشعار البطير أيضا قادم على المركز الثالث، ولكن صدمة قفلت الشوط، صدمة أنهت أمور هذا الشوط، واتجه السلام إلى أهل السيلية. سلام بن صرير، سلام سلام على هذا الشعار المميز وعلى هذا الشعار المبدع وعلى هذا المضمر المتألق، دائما وأبدا يثبت الوجود في مثل هذه المحافل. مبارك بن محمد بن صرير مع هذا الشعار، تهانينا والناموس لمالك صدمة مبارك بن محمد بن صرير المري المركز الثاني غزلان لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الثالث، السيلية لسالم بن عبد الله البطين المركز الرابع، المركز الرابع الذيبة عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي، وخامس المراكز وصلت فيه المركز الخامس، وصلت حاملة الرقم 30 الظبي لمحمد بن حماد بن خرايط العامري. تهانينا والناموس لكل الفائزين، صدمة تنتزع ناموس هذا الشوط في هذا المهرجان الغالي وفي هذا المهرجان الكبير، وبذلك تحقق هذه النقطة الغالية الثمينة في مهرجان استعد له جميع الملاك والمضمرين، وهو باكورة انطلاقات السباقات الرئيسية هنا في ميدان الشحانية وفي دولة قطر. توقيت صدمة، توقيت ممتاز، 4 دقائق 34 ثانية 36 جزء من الثانية. تهانينا لمالكها مبارك بن محمد بن صرير المري المركز الثاني اللي ما قصرت غزلان، 4 دقائق 35 ثانية 38 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، بينما المركز الثالث كان مع السيلية 4 دقائق 36 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا لمالكها سالم بن حمد البطين سالم بن عبد الله البطين، وتهانينا